بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي ايدك على المصحف. على شو بدي احلف ابن عمي؟ بدك تحلفي يا فريال انك تكوني اميني على هذا البيت، وما تخلي لا اسمه ولا مكانته تنهز. بدك تحلفي انك تكوني اميني على نعمه وبهيمه وقاعو وسلمى. وبدك تحلفي كمان انك تكوني اميني على كل قرش بهذا البيت. ووصيتي كتبتها وحطيتها بالصندوق، حطيت معها كل شيء بملكه. فشو قلتي يا فريال؟ بعد عمرك طويل ابن عمي، والله رح يوقف قلبي. ليش هيك عم تحكي؟ لا بقى تحكي هيك. هذا حق يا فريال. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. صلاة تقبرني، ما بدك تصلي؟ ابن عمي، ابن عمي أبو زافر، أبو زافر، أبو زافر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يرحمه هالأبو زافر، حاول يصلح أغلاطه قبل ما يموت بكم يوم. يا حرام، هاي حال الدنيا لك سعاد، هاي حال الدنيا. الله يرحمه ويرحمنا ويسامحه ويسامحنا. أبو عصام، اشتقت له كتير لما تز، بدي شوفه. وكلي الله لك سعاد، وكلي الله، وكلي الله عشان أقدر نشوفه. والله ما أقدر. والله ما عم يروح من بالي لا ليل ولا نهار. نطف قلبي عليه. وكلي الله لنشوف شو الله بيخلي معنا بهاليومين. بكي يا رب، قولي يا رب يا رب. ليك انتي بالعدة وما بجوز لك تشوفي حدا أو تحاكي حدا إلا بأمور ضرورية كتير، وأمر الباكي أمر مهم كتير لأنه بيخص رزقكم. وقاعود قاعود الله يرضى عليك، جيب لي كاسة مي. بأمرك شيخي. يا حرمة، جيب جيب يا قاعود، بدي إياها منك أنت. الله يرضى عليك. أمرك أمرك شيخي. وقاعود الله يحفظه ويخليه، ما عم بيعرف يشتغل، مشان هيك بدنا نسكر البايكة لبين ما نشوف حدا نأمن فيه بالرزقة. بقى شو قلتي؟ ردي لك أختي، بجز لك الرد. أنا ما بدي سكر البايكي يا شيخي. ولا نحن بدنا إياها تسكر لك بنتي، بس بالوضع الحالي لازم تتسكر لبين ما نشوف حدا نأمن فيه. وفكروا بالموضوع. تفضل تفضل. الله يرضى عليك لك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، خلي طريق. يلا يلا تفضل تفضل شيخي. يلا يلا. قاعد بدي اطلب منك شغلي. مريني خالتي. بس تخلص من شغل البايكي
بدي تنزل على الحارة وتتقص لي على سعيد وأخباره. سعيد أبو سليم؟ إيه أبو سليم ما غيره. ليش خالتي؟ عم فكر سلمه البايكي. وأنا شو بني؟ لا أيوه ما فيك شي أنت عسلامتك، بس تقبرني يعني. أنا قلت لحالي بيساعدك هيك يعني، بيشتغل تحت إيدك إجير. إذا هيك إيه ماشي. خلص خالتي، معناتها بس تخلص شغل بتروح دوز دغري على الحارة وبتتقص لي عنه وعن أخباره بدون ما حدا يحس عليك. ما بدي حدا يدرى، اوعك تنسى. إيه ما 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 بنسى. سلمى الله يرضى عليك، تعملي لنا فنجان قهوة؟ أمرك خالتي. قومي. المالكانات والأموال هاي شلون أنا بدي ديرها؟ والله حمل وتقيل عليك يا فريال. ماي انت بشير؟ طبعا عمي بشير. عشت مرحبا قاعوه. أهلين رفاعي. أخي هيك قال لي فريم، قاعد بالبيت وحابس حالي. سيدي الله يهديه ويرجعه لشغله. ما بظن لك أخي، ما بظن. والله قلتك يا بشير، يلي فيه سوسة صعب ينساها. اي والله. هلا أبو سليم حافظ حاله بالبيت؟ لا لك أخي، مو حابس حاله، بس قاعد لا شغله ولا عمله. شو بده يعمل؟ قاعد بالبيت. طيب ليش؟ بايخ له. إيه يلا السلام عليكم. وين رايح؟ عود لسه ما شربناك شاي، هات له شاي. هات يلا عمي. الله يديمك يا عمي بشير، والله بدي روح. السلام السلام عليكم. الله معك. عليك عود. أنت متأكد؟ إيه هو بالبيت وشحو ابنه عم يبيع فول ومسبحة وهو قاعد بالبيت عواطلي. لا ما نوع عواطلي. أنت قاعد روح شق على الباكي، عود فيها ولا تبيع شيء. ما بدي حدا يفكر إنه نحنا مسيبين رزقنا. أنا بعرف بيع. لا تخافي خالتي. يلا يلا تكل على الله. يلا خاطري مع السلامة.